وقد رويت عن والدي السيد علوي المالكي وعن كثير من العلماء بأسانيدهم. أما الوالد فهو يروي عن الشريف أحمد بن مجاهد السنوسي، عن السيد محمد المهدي السنوسي، عن سيد محمد بن علي السنوسي، عن سيد أحمد بن إدريس، عن سيدنا الخضر أنه جاء إلى الإمام أحمد بن إدريس ولقنه وقال له: ألقنك بالذكر الجامع الذي يكفيك عن جميع الأوراد، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس على ما وسع علمه. ثم بعد ذلك جاءه مرة ثانية واجتمع مرة أخرى مباشرة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق يعرفها أهل المعرفة. ما ندخل في التفصيل الآن، تفصيلاتها بعدين، كيف اجتمع، هل هو ليس مناما ولكن كيف هو، هذا أمر يعرفه أهل الذوق ويعرفه أهل المعرفة. لكن هي ليست حلما للرأي، ليست رؤية منامية، وإنما هي رؤية حقيقة. كيف هذه الحقيقة؟ هذا ربنا أعلم بها. المقصود هو يروي عن الخضر مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي عن رسول الله مباشرة بلا واسطة، عن رسول الله، عن أحمد بن إدريس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. الذكر الجامع لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس على ما وسع علم الله. نرويها عن والدنا السيد علوي، نرويها عن شيخنا الشيخ صالح الجعفري، ونرويها عن كثير من العلماء الأجلاء رضي الله تعالى عنهم، كلهم بأسانيدهم إلى الإمام أحمد بن إدريس. ولا أقول أجزناكم، لأنكم أنتم أجازكم محمد خالد، وقد أننا نرويها عن غير هؤلاء الشيوخ، عن حفيد محمد بن علي السنوسي، وهو ملك ليبيا سابقا قبل القذافي، اسمه الملك إدريس السنوسي، عن عمه، عن محمد بن علي السنوسي. ونرويها أيضا عن السيد حسن الإدريسي، كان في السودان ثم ذهب إلى مصر، وأخيه السيد شمس الدين الإدريسي، وكلاهما من طريقهما إلى جدهما رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. ونفس عدد ما وسعه علم الله.